من مدينة العالمين في مهرجان العالمين في دورته الثانية. ودلوقتي هيكون معانا واحد من أهم الترافل بلوجرز الموجودين في مصر، راح أماكن كتير وشاف أماكن كتيرة جدا جدا جدا، والنهاردة هو معانا من العالمين عشان يتابع فعاليات المهرجان. معانا ومنورنا فادي فيكتور، ازيك؟ كله حلو الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. انا طبعا اول حاجة هسألك عليها هو ايه رأيك في مهرجان العالمين السنة دي في نسخته الثانية؟ عجبني جدا المهرجان السنة دي، حاسس ان في اكتيفيتيز اكتر تتعمل في باراموتور، وعجبني كمان ان احنا الابراج كملت، فتحسي ان الموضوع بقى اكبر شوية السنة دي. حضرت اي حاجة من فعاليات المهرجان لحد دلوقتي؟ هحضر، عايز احضر حفلة ويجز اللي في الاسبوع الاخير، وكان نفسي احضر كاظم الساهر بس ما لحقتهاش. طيب فادي، قولي انت ايه اللي خليك اصلا تكون ترافل بلوجر، وهل ده ليه علاقه بدراستك اساسا ولا لا؟ بصي، هو الموضوع بدا ان انا كنت بصور فوتوغرافي عادي الاول، وبعدين ابتديت انزل اكتر واتعرف على الاماكن اللي موجوده وابتديت اصورها، فهي جت كده يعني وقت الكورونا، وقت الناس كلها مش بتنزل وبتاع، فقررت ان انا انزل واكتشف اكتر الاماكن وابتديت اصور وانزل على السوشيال ميديا، وحسيت ان دي الحته اللي انا مرتاح لها وعايز اكمل فيها. ليها علاقه بالدراسه؟ انا بدرس ميديا، بدرس ميديا ديزاين سينماتوجرافي وفيلم ميكنج وكده، ليها علاقه شويه بالدراسه. يوم جديد ومغامره جديده مع مغامرات ساحليه لولبيه. رد الفعل بتاع الفيديو اللي فات كان حلو جدا، وعلشان كده هاخدكم معايا المغامره كلها. طيب يا جماعه، دلوقتي رايحين مكان تاني كده، سواء بعيد شويه. اللي عايز ابينه في المغامره دي ان البحر مش ملك حد، وان الانبساط مش مقتصر انك تروح مكان غالي وتدفع مبالغ كتير جدا علشان تبقى مبسوط. المهم وصلت المكان اللذيذ ده، وهو عباره عن صخره مخرومه من النص كده وتحتيها ميه وممكن تمشي فوقيها اكنها كوبري. طبعا طلعت فوق وتصورت كام صوره، ولقيت صخره شبه اللي طلع عليها رفيقي بسيمبا في فيلم ذا لاين كينج. اللي بيسأل على المكان، المكان اسمه وادي الإصابة في محافظة مطروح. خلي بالكم علشان المكان مش سهل تروحوه، أهم حاجة لو رحت هناك تحترم المكان، لازم تحافظ عليه علشان يفضل نضيف زي ما لقيت. طب إحنا كمصريين، أنا متأكدة أن أنت قابلت ناس كتيرة جدا ما يعرفوش عن أماكن موجودة في بلدهم في مصر. ده حقيقي. احكي لي عن أغرب الأماكن أو الأماكن اللي محدش يعرف حاجة عنها. بما أننا في العالمين، فمثلا كلمة العالمين في ناس بتفتكر ان هي العالمين، بس هي العالمين اللي هي المثنى بتاع عالم. اكيد ليها اصل، اكيد ليها اصل. يعني انا لما بحثت عن الموضوع اكتشفت ان كان في هنا حرب او معركة كانت بتحصل وقت الحرب العالمية الثانية، وعشان كده في مقابر موجودة قدام شوية بعد العالمين ليها علاقة شفتها فعلا. ايوه. فبس فطلع المكان ليه تاريخ، وفي مش بس مكان حديث او مدينة حديثة، لا هي مدينة قديمة واحنا طورناها وعملنا فيها اكتيفيتيز وعملنا فيها انشطة كتير. ففي حاجات بقى كتير في مصر كده، يعني قيسي على ده مصر كلها بكل محافظاتها، اكيد فيها اماكن كتير الناس ما تعرفش عنها حاجه. طب احنا قبل التصوير انت قلت لي على موضوع راس كليوباترا. احكي لنا بقى عن الموضوع. كنا بنتكلم عن برج العرب، ان هي ليه اتسمت برج العرب، علشان في هناك برج بطلمي كانوا بيسموه الفنار او بيسموه فاروس اوف ابو سير، هي منطقه ناحيه برج العرب، وجنبها في مكان اسمه قصر ابو سير. القصر ده هو لما دوروا دكتور زاهي حواس كان بيدور بيعمل اكسكافيشن او بعثه هناك بتدور عن الاثار تنقيب، لقوا راس بتاع كليوباترا هناك، فمن المرجح ان المقبره بتاعه كليوباترا تكون هناك. فدي حاجه ما حدش يعرفها برضو، حاجه جنبنا على الطريق بتاع الساحل بنعدي عليها تقريبا كل يوم بس ما حدش يعرف عنها حاجه. طيب قول لي يا فادي، احنا دلوقتي في مدينه العالمين وبالاخص في مهرجان العالمين، وطبعا بحر الساحل الشمالي من احلى البحار الموجوده في العالم طبعاً. وبينافس احلى بحار موجوده في الدنيا كلها. يمكن يكون البحر الاحمر مشهور اكتر بالنسبه للسياحه، لكن البحر المتوسط كمان ما يختلفش عنه كتير، وعايزين نعرف ازاي المهرجان ممكن يشجع السياحه اكتر في المنطقه دي. هو المهرجان اصلا بينشط السياحه بطريقه كبيره. انا السنه دي اول مره الاقي اجانب بالشكل ده، يعني دايما بتلاقي اجانب في الغردقه، بتلاقي ناس في الجونه، غردقه، شرم الشيخ، الاماكن. بس على فكره هو البحر الاحمر برضو حلو وكل حاجه، بس البحر الابيض جميل، الميه بتاعته صافيه جدا والسماء والجو لذيذ. فانا مبسوط ان المهرجان السنه دي شجع كمان الاجانب ان هي تيجي، مش بس بيستهدف المصريين.
يعني النهارده شفت اجانب كتير جدا، ما كنتش متخيل ان انا هلاقي اجانب موجوده في الساحل. احنا واحنا جايين طبعا شفنا عرب واجانب كتيره جدا هنا، فدي حاجه جميله. كمان في حفلات عالميه، يعني في سان ليفون تقريبا جاي قريب، فمش بس بيستهدفوا الارتست العرب او المصريين، بيستهدفوا كمان فنانين عالميين. ازاي رحت احلى ميه في الساحل الشمالي ببلاش؟ اتفرجوا لاخر الفيديو لو عايزين تعرفوا ده فين. الاول مشيت في مدق لمدة نص ساعة تقريبا بالعربية، خلي بالك علشان ممكن تلاقي زواحف وحيوانات مفترسة كيوت زي دي طول ما انت ماشي. بعدين مشينا لمدة 10 دقائق في الرملة. احنا في صحراء واخر الصحراء دي فيه مية، هنشوف بقى الجيو هناك هيبقى عامل ازاي. طول ما انا ماشي كنت بلاقي اثار طيور وزواحف كتير في الارض. وصلنا يا جماعه المكان برايفت بيتش لوحدك. شايفين كمان خيمه نفتحها ونقعد بقى نلتح كده شويه. شايفين يا جماعه المايه عامله ازاي؟ واو. حطينا الخيمه في مكان صف اول على البحر، مش هتلاقيه في هاسياندا او مراسي. حطينا يا جماعه الخيمه في المكان ده. المايه هنا مش عميقه قوي بس حلوه، ممكن نقعد كده ناخد تاني لذيذ وهناك بقى ممكن ننزل. بعدين قررنا نجري شويه نستكشف المكان اكتر. لقينا طيور شبه النورس كده اول مره اشوفها بصراحه، دي كل شويه يقربوا مننا. بصوا اهو المكان طلع زي جزيره صغيره حواليها ميه من كل حته. احنا في نص الجزيره، دي الميه النظيفه بتدخل من هنا وتطلع من الناحيه الثانيه. بعدين رجعنا انتخنا في الميه شويه وكان لازم نتحرك على المكان اللي بعده. طيب فادي، احنا شفنا لك فيديو وانت بتصور في بحيره الملح، وطبعا بسبب الموضوع ده CNN عملت معاك انترفيو، احكي لنا عنه اكتر. انا كنت في بورسعيد، هي موجوده البحيره دي موجوده في بورفؤاد اللي هي الجنب الثاني من بورسعيد، والبحيره هي ملاحات وبتاخد لون شبه اللون التيركواز او الروز، حاجه ليها علاقه بالكيميكلز بالمواد اللي موجوده في البحيره نفسها اللي ليها علاقه بالملح مع الشمس بتدي اللون ده. فحسيت ان هي جميله، قلت اصورها واوثقها. فالسي ان ان عجبهم الموضوع فعملوا تقرير عن الموضوع ده. ايه احساسك بعد ما السي ان ان عملت معاك انترفيو؟ بسطت جدا، لان هي كانت بالصدفه، انا ما كنتش محدد ان انا رايح اعمل حاجه معينه، لا انا كنت معدي جنبها بالصدفه، قريت عنها لقيته مكان محدش بيتكلم عنه خالص، فقلت ان انا اوثقه بطريقتي. وكمان يا فادي حلاوه الموضوع مش بس ان انت طلعت على CNN، بس انت كانك عملت تشجيع وتنشيط للسياحه في المنطقه دي بعد الفيديو ده. بالظبط، انا اصلا في ناس بعد كده تعرفت عليها بعد ما نزلت الفيديو ده بيقولوا لي ان هم كانوا ساكنين في وش المكان ده وعمرهم ما شافوه بالطريقه دي، فدي حاجه بسطتني جدا. طبعا الساحل الشمالي معروف بالبحر، طيب في ايه تاني ممكن نعمله غير البحر في الساحل الشمالي؟ المعروف عن الساحل ان هو بحر وحفلات وكده، بس في اماكن تانية في الساحل ممكن نروحها، زي مثلا في متحف العلمين. هو متحف بيتكلم عن الدول الحلفاء والمحور اللي كانوا موجود في الحرب العالمية التانية، ده ممكن نزوره. في كمان المقابر بتاعت الكومنولث او اللي هي مقابر الالمان والايطاليين والبريطانيين، اعتقد ان ممكن نزورهم برضو ونعرف ليه كانوا موجودين هنا وايه التاريخ بتاعهم. اعتقد مارينا تقريبا فيها منطقة اثار مارينا، بس هي مش مفتوحة دلوقتي للزيارة، بس يبقى حلو جدا لو احنا معديين من جنبها نعرف ان المكان ده اصلا كان مكان اثري، وان مارينا معناها المينا لان هي كانت مدينة قديمة جدا ليها علاقة بالتاريخ اليوناني الروماني، وبما انهم ليهم علاقة بالتاريخ اليوناني الروماني فكان لازم يكون في مينا او بار كبيرة بتوصلهم للدولة بتاعتهم، فالحاجات دي اعتقد ان هي لذيذة ان الناس تكون عارفاها. طيب فادي، ايه رأيك ان 60% من ايرادات المهرجان لأهلينا في غزة؟ مبسوط جدا جدا. انا وانا داخل لقيت اللوجو بتاع العالم عالمين، لقيته مكتوب فيه موجود فيه عالمين، الاول ما فهمتش ده عالم مين، وبعدين جمعت لا ده عالم فلسطين. مبسوط جدا جدا لان طبعا اخواتنا في فلسطين ربنا يعينهم على اللي هم فيه دلوقتي، احنا برغم ان احنا بنحاول نعيش وبنحاول نعدي الأزمة دي، بس احنا برضو مش ناسينهم، وفي جزء كبير من الإيرادات هتروح لإخواتنا هناك، فبالعكس دي حاجة بسطتني جدا جدا جدا. غششنا بقى يا فادي، قول لنا انت الفترة الجاية رايح فين وهتكتشف ايه؟
عايز اروح ناحيه البحر الاحمر اكتر، عايز اروح لمدن مش ناس كتير بتروحها زي القصير. القصير مكان جميل، في هو مش مكان سياحي، ما فيهوش اتراكشن للاجانب وللسياح، هو مكان اكتر للاستجمام، لاكتشاف. في هناك مصنع بتاع مناجم ليها علاقه بالمناجم وكده، فعايز اروح اكتشفه. في اماكن مهجوره هناك هموت واكتشفها. فان شاء الله الخطه الجايه ان انا اروح ناحيه البحر الاحمر اكتر. ميرسي يا فادي على وجودك معايا جدا النهارده، وانت نورتني. شكرا. وطبعا انا ما يكفينيش حلقه واحده بس ان انا اقعدها معاك، انا محتاجه حلقات كتيره معاك عشان نعرف عن السياحه الموجوده في مصر وقد ايه هي جميله وقد ايه ما بتنتهيش. ميرسي يا فادي. شكرا بجد يا ريهام.